بالهتافات وبالأعلام الفلسطينية وبرفع لافتات تحمل صورة الإعلامية الصحفية شيرين أبو عقلي، شهدت مختلف البلدات العربية سلسلة من الوقفات والاحتجاجات المنددة بجريمة اغتيال الشهيدة أبو عقلي. الرسالة اللي احنا بنحاول نوصلها هي بانه احنا رح نكمل برسالة شيرين، واللي هي فضح جرائم الاحتلال وفضح الكيان اللي الاحتلال دائما بحاول يغطيه بكل الادعاءات الوردية والكاذبة اللي هو بحاول يروجها باليوم يوم تبعنا. الرسالة تبعتنا هي بانه الاحتلال هو مجرم وهو قاتل وهو لازم يروح، وهذا هدفنا دائما وابدا نكمل بفضح جرائم الاحتلال ولا مرة نوقف، وهذا اللي شيرين كانت عم تعمل وهذا اللي احنا هدفنا نكمله. وفي الناصرة احتشد عشرات النشطاء السياسيين وبمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركي تنديدا بجريمة الاغتيال المروعة، رافعين الأعلام الفلسطينية والسوداء. كان دعوة من جميع القوى الوطنية، جميع الأحزاب، الصحفيين، لوقفة غضب ضد جرائم الاحتلال وضد آخر جريمة، مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلي، اللي هي كانت تنقل الخبر كيف هو. الخبر كيف هو مؤلم لإسرائيل، ولذلك إسرائيل اغتالتها اغتيال مباشر لأنها كانت لابسة الخوذة ولابسة كل الأواعي، اغتالتها في مكان في رقبتها، المكان الوحيد اللي كانت تقدر تغتالها فيه كان قناص غاد وغتالها. هن بدي يغتالوا الحق الفلسطيني، الكلمة الفلسطينية، الخبر الفلسطيني اللي بيعبر عن المعاناة الفلسطينية. كما عمت الوقفات الاحتجاجية مختلف البلدات العربية، حيث نظمت سلسلة وقفات في حيفا وعكا وأم الفحم وفي بلدات منطقة البطوف في مشهد وحدوي يلتحم فيه أبناء الشعب الفلسطيني مع الشطر الآخر، تنديدا بجريمة الاغتيال المروعة وتأكيدا على أن صوت الحقيقة الذي نقلته شيرين أبو عاقلة لن يخفت.